مساء الخير عليكم. الله 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 الله، مرحبا بكم انتم جمهور استوديو لايف. نهار كبير هذا. الضيف ديالنا اليوم ما عندناش علاش نقدبوا، لانه هو اساسا ولد الدار. شارك في استوديو دوزام، اول استوديو دوزام، ونجح فيه وتألق تبارك الله، وحبه للغناء خلاه متشبت بالموسيقى العربية وبأصلها. شق طريقه تبارك الله عليه برزانة وبعقل، واليوم جاي عندنا باش يقدم لنا باقات من الأغاني ديالو المتنوعة. ها هو معنا اليوم على استوديو لايف. بغيتكم تستقبلوا معايا بهذا المغني اللي عزيز عليا، هذا المطرب الغالي عندنا احنا في دوزام، الله يخليكم، بحرارة ببدر. ميرسي، شكرا. اجمل حاجة تقدمها للجمهور اللي كيبغيك هي الفن ديالك. واليوم على دوزام تجدد اللقاء باش تسمعوا احسن ما عندي في استوديو لايف. تعرف شنو طاري، ناري ناري ناري، تعرف
فشنو باري شحال الحال كنت وين موت علي انا اتمنى نموت ما بين ايدي انا شحال الحال كنت وين موت علي انا اتمنى نموت ما بين ايدي انا وناري ناري 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 واللي فات فات. ميرسي تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم احسن جمهور في العالم. تبارك الله عليكم الله يحفظكم. Ala 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 ala
الشابة هاوية لو مسالة بهالي مرسي شكرا نشوفك يزول مرضي وما بيها بلا بيك لي فكري فيا بلا بيك شكون يسال عليها نشوفك يا أحلى هدية نشوفك يزول مرضي وما بيها بلا بيك لي فكري فيا بلا بيك شكون يسال عليها السلام عليكم ميرسي بوكو تبارك الله عليكم
غدرك بان الحب اللي كان دفنتي في قبر النسيان عيني في عين نحلف لك ما في جمال رحتيني وغدرك بان الحب اللي كان فنتي في قبر النسيان عيني في عينك نحلف لك ما في كمان خينا خنتيني وغدرتيني مع عز إنسان رحتيني وغدرك بان الحب اللي كان فنتي في قبر النسيان تخليني دمرتيني يا عمري توما تخيل عاهدتيني يا العمر ما تخليني دمرتيني يا عمري توما تخيل كرهتيني في الحب والاصحاب هذا سهري دقت معاك مر العداء بدلتيني وقسيتي من غير سبب من طيبة قلبي يا عز احباب وقصيتي من غير سبب من طيبة قلبي عهدتيني يا ولفي ما تخليني دمرتيني يا عمري تي ما تخيلي عهدتيني يا ولفي ما تخليني دمرتيني يا عمري تي ما تخيلي رحتيني وغدرك بان الحب اللي كان فنتي في قبر النسيان عيني في عينك نحلف لك ما في كمان خينا خنتيني وغدرتيني مع عز إنسان زمان جرحتيني وغدرك بان الحب اللي كان فنتي في قبر النسيان عيني في عينك نحلف لك ما في كمان خينا خنتيني غدرتيني مع عز إنسان بارك الله عليكم وتحية كبيرة للفرقة الموسيقية برئاسة سعيد بن تيقة
يا مشموم الياسمين لغز العيشة يا مشموم الياسمين لغز العيشة يا مشموم حروف اسمك يا زين في قلبي منقوشة يا مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك يا زين في قلبي منقوشة مشموم الياسمين لغز العيشة أجيني تبرى الجراح يلي عليك طحوا الأرواح أجيني تبرى الجراح هو الأرواح يا مشموم الياسمين رمز العيشة أيوة مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة يا مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة يا مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة انتي وردة مسقية ومحطية يا مشموم الياسمين أيوة يا مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة يا مشموم الياسمين حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة يا مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة يا مشموم الياسمين لغز العيشة حروف اسمك ياسين في قلبي منقوشة ياسين بارك الله عليكم صفقوا معايا بحرارة مرة تانية على استوديو اللايف ببدر ميرسي شكرا شكرا بدر نهار كبير هذا عندنا في دارك استوديو لايف كيجاك شكل البرنامج بعدا اش غنقول لك انا الدليل هو انني عرقان لان كاين واحد الحماس مع الجمهور الرائع اليوم جمهور اللي رائعين جمهور اللي من الاول حتى الاخر تبارك الله اللي كيف تنقولوا ناشط ومنشط معنا الاجواء وكذلك ما ننساوش بغيت نحيي الشباب بغيت نحيي الفرقه الموسيقيه اللي دايره واحد المجهود كبير برئاسه الاستاذ مايسترو سعيد بنتيقة سعيد وتنحيي تنحييك وتنحيي دوزيم وتنحيي كاع الناس اللي سهرانين على هذا البرنامج ديال استوديو لايف
اللي ورا الكاميرا ورا الاضواء ورا لو سون اللي هما كيخليونا انه نعيشوا في هذه الاجواء الحاره. الحمد لله الحمد لله. اخر اغنيه غنيتها لنا دابا هي مشموم الياسمين من الاستاذ الكبير الحاج حميد الزاهر اللي هو كبرنا معاه في حقيقه. اكيد هذه بهذه المناسبه تنبغي الجمهور يحيي معايا الفنان وكيف تنقولوا مدرسه من المدارس ديال الاغنيه الشعبيه المغربيه الاصيله المراكشيه اللي هو الحاج حميد الزاهر الله يطول عمره وكنتمناو ليه دائما الشفاء العاجل. امين يا رب. وبيان سور فهي اغنيه من التراث ديال الفنان الحاج حميد الزاهر وحاولت انني نمزج بها بين جوج ثقافات الثقافه الخليجيه والمغربيه لانه من خلال هذا المزج كنقدروا اننا نتواصلوا مع باقي شعوب العالم. الحمد لله تبارك الله عليكم. اخر اغنيه اخر اغنيه غادي نغنيها نقدمها لهذا الجمهور الرائع. هي اغنيه جديده. هي اغنيه تبارك الله عليكم. هي اغنيه سميتها سلك. هي اغنيه مغربيه من كلمات الكاتب محمود المغربي يعني وهي اغنيه مغربيه من الحاني ومن توزيعي وكنتمنى ان شاء الله هي اول اغنيه اللي كنسجل في الاستوديو ديالي بمراكش. بارك الله تبارك الله. التوفيق فالخير عليا وكنتمنى يعجب الجمهور. التوفيق ومع الفرقه بيان سور. نخليك مع اخر اغنيه وهذا الجمهور العظيم ديال استوديو لايف. ما عليا غير نخليكم مع بدر وان شاء الله نتلاقاو في الفرصه القادمه ان شاء الله على استوديو بدر. انتوا معايا كلشي سلك 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 عيت معاك نسلك هادشي ولا معلك الفراق هو حلك سلك 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 عيت معاك نسلك هادشي ولا معلك الفراق هو حلك الفراق هو حلك سلك سلك عيت معاك نسلك سلك 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 عيت معاك نسلك هادشي ولا معلك الفراق هو حلك الفراق هو حلك سلك عيت معاك نسلك مالي على هاد الحال زين دقيقة نهمل واللي هزوا قلبي ما يهزوه الجبال ما يهزوه الجبال على هاد الحال زيد دقيقة نهمل واللي هزوا قلبي ما يهزوه الجبال ما يهزوه الجبال صافي يا بنت الناس صافي يا بنت الناس ما تقولي لي من كلنا عيت معاك نسلك هادشي ولا معلم الفراق هو حلك سلك سلك عيت معاك نسلك مرة وجوج وعشرة ما نفعت الهدرة ما حلتي للدنيا ما حلتي لك يا نمرة ما حلتي لك يا نمرة مرة وجوج وعشرة ما نفعت الهدرة ما حلتي للدنيا ما حلتي لك يا نمرة ما حلتي لك يا نمرة قلبي اللي كان يبغي قلبي اللي كان يبغي كره الحب ومالك سلك 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 عيت معاك نسلك هادشي ولا معلك الفراق هو حلك الفراق هو حلك سلك سلك عيت معاك نسلك ميرسي وتعرف شنو طاري ناري 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 تعرف شنو طاري شحال نحبك ونموت عليك انا
نتمنى نموت ما بين ايديك.